عارفين ان في عصر ذي الحجه الحسنه ب 700 ضعف ب 700 ضعف واعلى كمان باذن الله سبحانه وتعالى. يعني الصفحه ب 700 صفحه، يعني بختمه وخمس اجزاء، يعني ربع القران قراءه بثلاث ختمات، يعني حزب قراءه ب 12 ختمه، يعني جزء واحد تقراه في عصر ذي الحجه باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله 25 ختمه واعلى كمان عند الله سبحانه وتعالى. الله يضاعف لمن يشاء. انت متخيل يعني اقرا جزء 25 ختمه، اقرا صفحه كاني ختمت ختمه كامله مره عشر ذي الحجه. تلاوه القران هي العباده التي لا يقف امامها شيء، العباده التي لا يقف امامها كرب، العباده التي لا يقف امامها غم. قراءه القران انا ياما يا اخوانا شفت معجزات لقراءه القران في حياتي، والله الواحد بيبقى تايه مشتت دايخ مش عارف يعمل ايه، يقرا جزء جزئين يلاقي الدنيا نورت والطريق استبان كانه بنور الشمس. في ايه يا رب ده؟ القران بيهديك، القران بيسددك، القران بيريح قلبك. قوم اقرا صفحه بقى، قوم اقرا صفحتين ثلاثه، وان زدت فهو خير لك.